للآن ما زالت أسعار الدجاج في الأسواق الفلسطينية مرتفعة، تباع للمستهلك للكيلو سعر الكيلو ب20 وب18 وب22، لكن الدواجن أو كيلو الدجاج يخرج من أرضه ب10.5 شيكل بحسب مربي الدواجن وبحسب مزارعي الدواجن. هناك تحديات كبيرة تواجه مزارع الدواجن في هذه الفترة، هناك أمراض يمكن ما سمعنا عنها أو لم يتم الحديث عنها باستفاضة أصابت قطاع الدواجن بشكل كبير سواء في الضفة أو في حتى الداخل الفلسطيني. عمليات التهريب يعني لا يوجد تهريب أبدا، يعني كان زمان يكون في شوية تهريب من الداخل للضفة للدواجن لكن متوقفة بسبب هذه الأمراض. في تحديات أخرى أيضا تواجه مربي الدواجن هذه الفترة. لمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ أيمن موسى، عضو اتحاد مربي الدواجن في الضفة. أستاذ أيمن صباح الخير، أهلا بك معنا. تحياتي لك. بالبداية إحنا المستهلك من 3 شهور تقريبا وهو بيشتري الدجاج بسعر مرتفع يصل إلى كحد أقصى 21 شيكل للكيلو وكحد أدنى 18 أو 17 للكيلو حسب المنطقة، مناطق متفرقة، وللأسف هذا السعر استمر بالارتفاع خلال شهر رمضان المبارك وحتى بعد انتهاء الشهر الفضيل ما زال مرتفع. بهمنا نعرف أنه حسب ما فهمنا من مربي الدواجن أنه يباع من أرض المزرعة ب10.5 شيكل تقريبا، خلينا نحكي، وهذا هناك بشكل فارق كبير في السعر بين ما يبيعه المزارع للتاجر وبين ما يبيعه التاجر للمستهلك. إذا ممكن تحكي لنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أول شيء صباحكم وتحياتنا للجميع. وصباحك يا رب. الله يخليك. أنا طبعا أول شيء بحب أحكي أنه شو المعاناة اللي بيعيشها المزارعين بهذه الفترة. طبعا أسباب ارتفاع الدواجن للأمراض السائدة اللي موجودة في المزارع، يعني في عندنا بعض المزارع قاعدة تروح بادة كلياتها، قطيع كامل بيطلع كلياته على المزبلة للأسف بسبب قطيع كامل. عشان بس الصوت شوي واطي. قطيع كامل بيموت قطيع كامل بتوصل نسبة النفوق أحيانا لنسبة يعني 100%. نعم. في عندنا مرض جديد غير الآي بي ونيوكاسل، في مرض اسمه التهاب الكبد الوبائي، هذا نازل في المزارع بشكل مستشري، كان زمان موجود بس الآن هذا فيروس. يعني صحيح هذا فيروس وللأسف الشديد يعني بنزل في المزرعة بضل فيها 10-12 يوم بخليش بالآخر ولا جاج. طب أسألك سؤال، بما أنك حضرتك خبير في هذا الموضوع، هاي الأمراض الآي بي والنيوكاسل والفيروسات هاي ليش زمان ما كنا نسمع عنها بهذا الحجم خلينا نحكي؟ وهل فعليا فيش إلها مضادات أو تطعيمات خاصة تمنع أو تقي الطيور والدواجن من هذه الأمراض؟ إحنا منطعم طبعا، إحنا كل الطعومات هذا بنعطيها، بس هي يعني هذه المشكلة صارت، هذه العثرات ضارية يعني صعب إنه تطعيم إلها، يعني مهما طعمت المزارع إذا نزلت المزرعة بتخليش ولا دجاجة. السبب برضو إنه معظم الإمايات اللي في الأسواق مضروبة، ليش إسرائيل قاعدين بيعزم دجاج؟ يعني المرض بيجي من الإماية أحيانا من إم الصوص اللي هي المنتج للبيض هذا. إذا كانت في الإماية بيكون يعني الخطر لسه أشد وأشد، بيقدرش المزارع يواجه. طبعا أسباب الارتفاع اللي صارت إنه تكاليف عالية، الصوص 4 شيكل 4.5 شيكل أخذوا المزارعين في فترة شهر رمضان، وحاليا كمان نفس السعر قاعدين نشتري احنا. طب ليش الآن سعر الصوص مرتفع؟ لأنه ما فيش صوص ضابط بسبب الأمراض هاي اللي تحدثت عنها. طبعا بسبب الأمراض، الإميات الإسرائيلية كلها ضاربة، قاعدين بيستوردوا صوص من برا من إسبانيا وكذا بكلفهم. يعني زمان بكينا نبيع احنا ناخذ الصوص 3 شيكل 2.5 شيكل بقى البيض متوفر أكثر من هيك، هسا البيض صار مش موجود وتواجهنا بمشكلة ثانية اللي هي نسبة النفوقات العالية اللي بتصير في المزارع. نعم. طبعا احنا من شهر قبل كمان كل شهر رمضان الدجاج ان ما تحملش اكثر من 13 شيكل جوز ليله او ليلتين تحمل 13.5. المفروض يعني احنا بنزيد على سعر التحميل من المزرعه لازم يزاد 6.5-7 شيكل كسعر يعني مناسب ليصل للمستهلك. يعني اليوم لما بتحمل الدجاج 10.5 فعلا من المزارع لازم ينباع الدجاج لحم في الأسواق ويستلموا المواطن 17 شيكل مش أكثر. الزيادة هذا عن السعر للأسف هذه دور وزارة الاقتصاد الوطني هي اللي تتابع هذا الشغل. يعني لحد 17 منطقي؟ بس
17 شيكل منطقي، احنا بتزيد على سعر المزرعه 7 شيكل. 7 شيكل عاده هيك المتعارف عليه يعني. بالضبط هذا متعارف عليه، يعني بيكون التاجر اللي حمل الدجاج ربح شويه اخذ مربحه، واللي وصل الدجاج وحتى والمعاطى برضه اخذت مربحها بشكل كامل وعادل. وبرايك اللي بيصير يعني بسبب عدم المتابعه والمراقبه من الوجه؟ بالضبط، احنا قاعدين بننزل يوميا على من اتحاد المزارعين بننزل قديش سعر تحميل المزرعه. فانا بناشد المواطنين انه تحطوا 7 شيكل على سعر المزرعه وخلص على سعر التحميل عندنا. هذا السعر العادل، حتى وزاره الاقتصاد الوطني تتابع هذا الشيء. زياده عن 7 شيكل ما خلص ما حدا من المواطنين يستلم الدجاج. يعني فتره رمضان لازم الدجاج ما ارتفع عن 20 شيكل لانه اقصى شيء يتحمل الدجاج 13 ونص بس، يعني ليله او ليلتين بعدين رد نزل ل 13. فزياده عن 20 شيكل مش لازم يتحمل. التجار اللي باعوا 25 26 حرام حرام مغالاه يعني، هذا للاسف استغلوا المواطنين واستغلوا الناس انه كان شهر رمضان. يعني لازم السعر للاسف ما زاد عن 20 شيكل بتاتا. طيب هاي ابرز التحديات يعني اللي ادت الى ارتفاع اسعار الدجاج، لكن طبعا احنا اي ارتفاع بسيط احنا بصير عندنا مغالاه في الاسواق يعني. طبعا مغالاه للاسف، لازم وزاره الاقتصاد الوطني تتابع هاي الاسعار، كل تقول للتاجر يعني ما هي بتحمل كعب المزرعه 10 شيكل، ليش حاط 20 و 25 شيكل؟ خلص اذا 10 شيكل بتحمل ينباع يصل للمواطن 17، بيكون سعر عادل لصاحب المعاطى وصاحب التاجر والبياع وكله. يعني طبعا برضو اسباب يعني فشل المزارع هسه حاليا كمان المشكله اللي هو برضو العلف العربي، يعني خل المصانع تسمع، وبرضو ما فيش رقابه برضو من وزاره الاقتصاد الوطني على المصانع العلف العربيه. هذا التهاب الكبد بتعرف الكبد هو المسؤول عن التحويل. نعم. عمليه التحويل والاستكلاب في الدجاج. نعم. طيب هذا لما بلاقي الكبد بلاقي انه في كمان سموم فطريه عاليه في العلف العربي عندنا، المزرعه اللي بتاكل علف عربي على طول بتقاومش نهائي. شو المقصود بالعلف العربي؟ يعني شو قصه الاعلاف؟ العلاف اللي بتصنع عندنا في هون في المصانع العربيه ما فيش عليها رقابه، نسبه السموم فيها الفطريه عاليه للاسف الشديد، بجيبوا قاعدين حبوب بتكون كلياتها بتكون فاسده وبدخلوها في الخلطه العلفيه. والدجاج عندنا حساس، الدجاج مش زي اي كائن ثاني، يعني الدجاج زي الميزان، اي خلل في الخلطه العلفيه على طول الدجاج بتاثر. هذا يعني بتعرف مش لا هي بقره ولا هي خروف اللي يتحمل يتعرض معدته انه ممكن يصيبه اسهال وتمشي اموره ويتغير العلف، على طول الدجاجه بصيبها نفوق ما بتحمل. فلذلك احنا لاحظنا انه الاعلاف العربيه ما في عليها رقابه، كلها سموم فطريه للاسف الشديد، مباشره اي مزرعه بتنضرب وبالذات تكون بالطعم علف عربي نسبه النفوقات عاليه. بالاضافه كمان للمشكله اللي كانت تواجهنا بالصوص، انه الصوص قاعد في بيج من الماية في هذا التهاب الكبد الوبائي، وكمان انه هذا برضه فيروس بنتشر بالجو. فيعني انا يعني بحس المزارعين برضه يديروا بالهم من شغله انه لما بيطلع الدجاج النافق هذا ما يتلفوا. في ناس قاعدين للاسف بناشد مزارعين انه ما يزتوه في الطرقات ويزتوه في المزارع ويزتوه في الحقول، يعني لازم يكون في عندهم جهاز خاص لحرق الدجاج لما بموت هيك. نعم. ينحرق. طيب قديش نسبة انتشار هاي الأمراض في الدواجن يعني؟ كثير في عندنا في منطقة جنين مناطق موبوءة للأسف. يعني المنطقة اللي بتتصاب بنصاب حواليها بأربع خمسة كيلو كل مزارع للأسف، لأنه بنتشر بالهواء هذا كمان. المزارع اللي حواليها كلياتها بتنصاب. طب وشو الحل في هاي الحالة؟ يعني في تدخلات من جهات معينة؟ والله للأسف ولا حدا بتدخل ولا حدا بيصلنا، عندنا مزارع مغلقة ويعني وماشيين احنا على نظام معين انه بنريح المزارع وكذا، بس ما حدا للاسف وزاره الزراعه برضه يعني عليها دور كبير برضه ما بتتابع كادي. يعني موظفينهم قاعدين يلفوا على المزارعين، يلفوا يعطوا ارشادات، يعطوا انه لازم المزارع تتنظف، لازم هذا الدجاج لما بدنا نتخلص منه يتخلصوا منه بشكل امن. للاسف بنزت قاعد الدجاج للكلاب والابساس وبيحمل انه بصير ينشرن برضه بالمرض. فهذا يعني هذا الشغل مش لازم انه المزارع برضه لحاله يشتغل، لازم الكل برضه يتكاتف معه ويساعده. نعم. طيب برأيك بعد انتهاء شهر رمضان يفترض الآن تنخفض الأسعار فيما يتعلق بالدواجن أستاذ أيمن؟ يعني مش كثير لازم تنخفض، بس هي يعني تظل بالأفرج هذا إنه لحد 20 19 شيكل. يعني الدجاج إحنا قاعد بكلفنا حوالي 10 شيكل اليوم على بس أنت حكيت قبل شوي 17 يعني 7 شيكل يعني بالضبط إنه ينباع للمواطن 17 شيكل. نعم. تصور سعر ولو 18 16 برضه سعر عادل، بس مش منباع 26 27 وصلوا. في ناس كمان باعوا لحد 30 شيكل. اوف. طبعا في الخليل انا بناشد انه فعلا وزاره الاقتصاد الوطني تراقب هاي الاسعار، تنزل كل يوم عندها سعر استرشاد المواطنين. طيب. يعني ايش خلينا نقول ايش يكون عادل؟ احنا بكلفنا الدجاج حوالي 10 شيكل قاعد اليوم.
بالمزرعه كلفنا، وكمان اذا زادت نسبه النفوقات صار في عندنا نفوق عالي بصير بكلف اكثر. بس معلش يعني المزارع كبلانها ومتحمل هذا الضرر عليه قاعد. انا يعني اذا خلينا نقول اذا مزرعه ضاربه خلص شو يعني خسار خسران يعني مهما ارتفع السعر مش راح يفيده، بس المزارعين احتجاجهم بنجحوا وبنفذوا يعني سعرنا قاعد بكلفنا 10 المفروض نباع فوق ال 11 شيكل حتى انه المزارع يستفيد. نعم. طيب شو قصة ارتفاع تكاليف العلف، ارتفاع سعر العلف كمان؟ ارتفاع احنا كنا ناخذه من سنة ونص قبل مشكلة اوكرانيا كان طن علف علينا 1800 شيكل 1900 شيكل. نعم. من يوم ما صارت مشكلة اوكرانيا طبعا استغلت هذه. هو احنا من وين بنستورد العلف عادة؟ احنا معظم الحبوب بتيجي من اوكرانيا. اوكرانيا. هلا اليوم قديش طن العلف سعره؟ انا بشتري طن العلف الاسرائيلي، للاسف كانت في عندي دورة قبل هاي تمشكلت مع العلف العربي، صرت اجيب اسرائيل بوصل عليه 3100 شيكل. الطن وكان اسرائيلي زمان العربي يعني بكل بس 100 شيكل مش اكثر. مش طيب. والزمان كنتوا تستوردوا 1800 طن؟ ألف بكرة وصل علينا 1900 شيكل جاهز مصنع جاهز 1800 شيكل، يعني زاد العلف برضو علينا حوالي 1100 شيكل خلال هاي السنة. نعم. هلأ ففيش استيراد من أوكرانيا طبعا؟ لا بيستوردوا بجيبوا في، بس مرتفعة أسعاره. بس طبعا الأسعار مرتفعة وللأسف عندنا برضو الإشي اللي بيطلع لنا مش قاعد سعره بنزل يعني. يعني هسه يعني الدجاج نزل شوي سعره. طب كنا برمضان نبيع ب 13 من المزارع، بقى بيبيعوا الدجاج ب 22 23. طب نزلوا المواطن لما صار 10 ونص ما بينزلوا؟ لا ما بينزلوا. نعم صح ولا لا؟ يعني انت سواء بعته ب 13 للتاجر ولا ب 10 بنباع للمستهلك بنفس السعر. بنباع بالضبط المستهلك ب 20 21 يعني. كمان مره مناش وزاره الاقتصاد الوطني تدخلوا بشكل فاعل واكثر. نعم. يعني واحنا يعني برضه مزارعين للاسف مزارعيننا كلهم محطمين. هلا يعني بعد رمضان قديش بنباع؟ المفروض نزل. هلا قديش بتبيعوه بعد رمضان؟ بعد رمضان 10 ونص. 10 ونص هلا نزل. نعم. نزل. يعني افترض يعني هلا في السوق اللي بده يروح يشتري دجاج يطلع عليه 18 شيكل اذا بده يدفع يعني زياده شيكل دجاج نظيف وكذا مرتب منظف ومرتب وهي القصص بالضبط. مش اكثر من هيك. شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات. بس كنت بدي أسألك أستاذ أيمن سؤال أخير بخصوص دور وزارة الزراعة في الأمراض المنتشرة بالدواجن، النيوكاسل والكبد الوبائي والآي بي، في تدخلات يعني من نوع الوقاية الحماية أي شيء؟ طبعا تعويض احنا بنعرف فيش تعويض خسائر أكيد يعني. يعني اللي بعوض بس الكريم يعني. فيش إجراءات وقائية أخرى ولا في اجراء مفروض انهم انا بناشدهم مفروض انهم يلفوا على المزارع يعطوا تنبيهات للمزارعين يكونوا برضه مزارعين. للاسف في برضه يعني برضه في حق على المزارعين يعني لازم كل مزرعه تريح لها 20 25 يوم ما بين كل دوره ودوره حتى الفيروس انه يطلع من المزرعه. المناطق الموبوءه يحجروهم شوي يعني مش لازم هذه المنطقه اذا فيها صار في مرض لازم المزارع كلها تريح اللي حواليها قبل ما انه يطلع المرض. هذا كله ساعد في انتشار الامراض برضه بزياده. نعم. يعني في شيء احنا بنسميه الامن الحيوي، اذا كان هذا الامن الحيوي في نقص فيه، في مشكله فيه، ما بيضبط الدجاج، فيعني الشغله بدها عمليه ترتيب وعمليه هندسه زي ما بيقولوا حتى الامور تمشي. اشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المعلومات، الاستاذ ايمن موسى عضو اتحاد مربي الدواجن، شكرا جزيلا لك.